بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيل أبو قل تضواتني أفراد كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بينوس السعودي باب استحباب دخول الكعبة الحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها وحبابي هاي سنة نبات كإن كعبد الله قاله قلي هذا إن لقرينا سنة هاي للحاج وغيره يقف كسوا حجي أما صوع مريستي يعد كلبا لو سنة يو كعبد قلي هذا إن لقر يو الصلاة فيها إن لقود حتوك كذو يو الدعاء يدعيس لقود دعاء يستفين نواحيها جهوين كذا دمان كلها دمان تيد أفرت الجهبة لقود دعاء يستوضع أفكو أسي جيدسو مكاد دعاء يسانيسو أدوجي أقابلسو إيه سنة هاي وظاهر كالنصوص توهي. أما صلاة اللي قلت كان هاي وخلافي، أما دعاء وإجماعي كعبد إن لقالوا قلت اللي قلت دعيستو إن سنة هاي ومسألة إجماع، لكن صلاة اللي قلت كذا وي أصحي صلاة اللي قلت كذا ومسألة خلافي قلت هذا سبب كخلافك كان وحاوي قرآنك ظاهر كسوق قبلة كعبة قابلوا يري هلا قابلوا حق هذا هلو تكدو هذا ضحك شو كنت كتو قبلة قيب كم إذا كادم بيس كعبة قيب كم إذا ويكادم بيس قيبنا ويكاه الرئيس قيبنا مدي بيكات قيبنا بليح بيكات سيدا سيمر كهوش لحي جهين نقرس قرآن كنا وحيد هلا قابلوا يد حق هذا لو توجهها لو سجس قبلنا واسدة إشكال قال كاسو كيميت مركز صحابي واسكم عن رافي سلف كنوا واسكم عن رافين أما مدة دعاء أنت جودها الله جاي لجود عيستا ومسألة عن مور اللهين مدة خلافية ذا سيدا سنة تستيب الراجحة وآه اللي قلت كذا نحن يبنان تاي سنة يفرضنا على لك على قاضي من قل يك على قاضي جرى فرض كي سنة قل يك سنة سير كلا قاضي جرى سنة الراتب هذا سيدا فرض وكلا ديدي سنة إسك مطلقة تنفر كمطلقة أنا أقول هذا حقنا وحوي ما دل عليه الخبر والحديث. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة كعبة النبي وقال هو أسر إيه وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان ابن طلحة الحجبي صدح ذا وداد أي النبي الله قال لك عبده أسامة بن زيد يا بلال يا عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة ابن عبد العزة ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب القاصي النبي اسكوي مادان فأغلقها عليه النبي قد الحري مركي قدها قال النبي لبدي صحابي قال عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة الحجبي او فرها كعبدا نينك هي مسؤول كاها قيس لغو لغو على جاهليه واسلام النبي انه ادعي ايا هوس كصوحره هوس بك قتار ثم مكث فيها نبي وكنا هذه كعبد غوده هذه قال ابن عمر وحيدي فسالت بلالا بن ويدي حين خرج مرك كصبحي كعبدا ايام بلال ويدي مرك النبي كصبحي ما صنع رسول الله رسول كلاه محوسم يقولها كعبدا محوك السمي قال جعل وحول وحول نبغ يالي عمودين لبطير عن يسار دنك بيلحب اسكمرش وعمودا تيرنا عن يمين ميدك تو اسكمرش وثلاثة أعمدة صدح تير روح نبغ كيالي وراه قدالب اسكمرشي وكان البيت يومئذ كعبدنا مالين كاس وحي كل سنيد على ستة أعمدة لحتير بي كل سنيد ثم صلى نبغ واتكذي كعبد اللي حتير بيكون تاجنيد اللي حدا تير لبس صدر بيأهيد لبس صدر لبس صدر سدا سد وجود بن بيأهين سال سد بيا لما أهين تير كسد حلا أسوه الرئي نبي ودافع عليه الصلاة والسلام وكسو أدا الباب كعبد الباب كعبد ما كسو أدا صدح تير وكعبد هيا وجود بن وهل صدر آه ما كعبد صدح كلا وجود بن مركا دافتان دربي كعبدا وجهه دا كو ادانا با كو قباناي سيد حديث سادو فان تقاب كن وو سو نبي صدخن هورو و دافاي نو كا دخ استاغاي صدخ دي او دنبايساي اي حق وجهي سنبي جرت عليه الصلاه والسلام مكا الباب كا لغا سو غلو
ayuu kala dhex istaagay. Markuu kala dhex istaagay, hadda labada dhinac bay ka mari, hala dhinac buu ka marahaya. Qadiyad baa lagu sharxayaa, jacala camuudayna can yasaari wa camuuda can yamiini wa thalaata acmida. Marka saddexdaasi uu nabigu ku dhex tukanayo waa saddexdii hore muqadamka ahay, saddexdii dambe uu soo dhaafayna waa saddex ka qabanaysa dabarka dambiya gabaal. Inaad fahanteen bay ila tahay. Wa kaana albeytu yowmayn calaa sitati acmida uma salla. نبي هو تكلم وحي تكلم وانو قال الدونة. حدثنا أبو الربيع الزهراني حديثك هو الشيء قال نبي كعبة انو قالوا كنت كذي أي حديثك هو عدي سنة يفرض لك لقادم هاي سنة يفرض حالك لقادا ونحق توجه قبلة مركب مسافر لأي هاي قفك مقيم كأنه لو مكر لقادو هاي سنة يفرض حق توجه كعبة الوجه السنه. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري فضيل بن حسين كلهم جماعه عن حماد بن زيد بن درهم البصري. قال ابو كامل حر في حديثي حدثنا حماد بويريه عن مغران حدثنا ايوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال قدم رسول الله رسولك الله با سوغل يوم الفتح مالك فرشد سنه كسيدات الهجره فنزل النبي وحكده وكفرتي امهاشي فريسيي بفناء الكعبه كعبه ارضاقيدا صحني بنان كعبه النبي هاشي فريسيي. وارسل وفرنا الى عثمان ابن طلحه الحجب وفرن درور فريه كان كعبه ربينا قال له فجاء عثمان بالين بالمفتاح مفتاحي مفتاح واللغه العربيه صحيحه وي فجاء وليم بالمفتاح فريه بوكان اما بالمفتاح فريه بوكان ففتح الباب عثمان بالباب كفري بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفري. قال وحر ثم دخل النبي نبي قال كعبدي وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب الباب كون نبي أمرين لحروف فأغلق مركاسا لحري هوس بلغا أندرابي أما لغا قتاري معايا لي كعبدي ويرتاي ومدنا وبرانتاي رور طبان كونوا صحابي وصعوتهم مسلمين يكون هرمك إسلامي ماشي أمرك هدي لسكو قطبه والسكو بختين نبي قال دبنا بلوغي سنية. طيب خان مريد بمرك استاوي وسيف لي استاوي كعبدي الباب كذا وانتو النبي صور لما يسان هي ادي دانا تذكو انه ماشا نبي كده وقلا فلبثوا وحيكون قادين كجرين كعبد قوده هذي فيه اي في البيت مليا ان برا مدبر من نبي هلكا كجر عليه الصلاة والسلام الى اصامن تو بنانك اصوب بحيو الباب كفرستي او الدنيا يستامى قرواحي يستي ايه ارتقبت ونبي توسي مركو صوب بحي ورمحا كتي فيه نبي هو كود داهي كعبادة آد بود عيستي أفر تجوها أما لحظة جو انتو قابلي بو تيبا إن برا تاقنا أود إلهي بري هاي إلهي سحابي ورد قبطو سحب وما شيء يكون نافت النبي الصلاة ديسي يكون نافت أسامة ومكا لو يدو نبي كو موسى انتو كانين موسى أركيد دلال الله كان انكسوا بحين كعبادة ونبي قرب تاقنا أيا سوء قوري. ثم فتح الباب الباب ونبي غفوري فقال عبد الله وحيري عبد الله بن عمر فبادرت الناس ذاتك بان كدك دوان كبقي فتلقيت رسول الله رسول كلاه بان لكل من كهر تقي خارج نصوه كصوه بحي كعبادي رواية كل حديثك أولي هاي من بان يروح يوك بدن بان هابور والله أردت من مكوى البابك سيدة الله فريبا نيو البينو قالوا دمعي تدك بان كهر مريبا ضف نائل بان دربانو أهري وكنت شابا قويا بور ساكشي كي دك بان رافن عن رقب مركو ورانا ميل بان كسو الضهاي بور صار نصك أمد صح أرضاي كعبة يا النبي كعبة وكثرة يريد أن يستخال لنا دزاف بلا تاجية وحقل الله واي مركز ساس وكوها بسامع عبد الله مركز دم لك يو ذلك يو ضاف. فتلقيت رسول الله رسولك إلهي بأن لك من كور تجا خارج نصوب صوب صلى الله عليه وسلم وبلال على إثري بلال النبي جرات كذا دم دب تاجية وضب السعود ولا علبني وضب السعود على إثري على عقبه هو. فقلت لبلال وحان كوري هل صلى رسول الله فيه رسولك الله ما كنت كذلك كعبة قد هذا حرمك بيتك الله. قال وحوري بلال نعم وكنت كذلك قلت محاري أين هل كيبو كذلك كذلك ابن عمر واتقانا النبي محمد نجو صانتا لغيبو الربا إنه أستام يستو أين هل كيب. قال وحوري بين العمودين تلقاء وجهه لبدا تير اي وجهي سكوق مريد مخصو نبي سوق قال اي وكوه هراء اي نبي كنت كذلك بين العمودين
وأنك صومر لو تيرنا بدح بوسكمر شيء تيرنا ميدب بوسكمر يي درب ياس حق أصلاً وتك تلقاء وجه وجه سقمات وسكت كد قال وحي ونسيت وحن هالمدائن عمر هاي أن أسأل بير إنا ويديو كم صلى كم صلى مكان كنت كده هو ويدي صلاة عدد كده من هفاي بوليها صلاة عدد كده من هفاي حديثكم ليس على ظاهري عدد كده رواية كله كويدي روايات كله أيوه كود بلا ونبغى ما يقوته كله مركز السيدة كويل فرط مهل تاسو إشارة نبغى ما تكده ها محيط كده لا فرط بوتها حقيقة كنت كده قبطة أيضا وحي الرياضي ان عباس ان عمر وحوي لبا وحي كبدن صلاه بهدي لا يطلاقه ومال ان مال جوه ها ركعتين وحك يا متر هذين كبار ركع الله يرى الله يبان كرا مال هدي لا جوه ولا يعني هبل صلاه بو تكدي وا مخاي اقل ما يطلق عليه اسم الصلاه وا مخاي صلاه العرفيه وركعتين عدد كان مركه وعد معروفه بالاستقراء في صلاه النهار صلاه ضرارته دعاده لو اوغيها وا اسكا واللوجي ومصلى مرن ملا وحور ربا نبي والله بينك كردي ما نوي دين بول كواد كلا عدي مركزاس وقادو ماها أصل العدد ولا اسمها يستي الزيادة على الركعتين وحسن ويدين وحدثنا النبي عمر العدني قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن أيوب السختياني عن نافع ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال أقبل رسول الله رسولك إله بسوي قابلي عام الفتح نبي محمد بن صواب حيوي من اعلى المكو كيمت وكذا روايات كرم انسان اقبل وانا صلاتك فراشده صلاتك حجه الوداع نبي مقل كعبده صلاتك حجه الوداع نبي كعبده مقل صلاتك كهريه الضباط عمره القضانه اي حديبي كدم بين مقل هلكا سنه يوم فتح مكه اي نبي كعبده قال طيب أقبل رسول الله رسولك إلهي بأسوجه استوصوه سوقا بلو يميد عام الفتح سنة كفر شد على ناقة هلب نبي وكو يميد لأسامة ابن زيد أسامة عنتم بكوه ومامولة هي وهاشي القصوى لورنجري القصوى هاشي لورنجري وهاشي نبي مانكا وسارة أسامة والله سارة حتى أناخ إلى النبي قتوي هاشي فريسي بفناء الكعبة هاشي كعبة أرضا قدام وبرنان كذا كوري ثم دعا بعثمان بن طلحة ينبغ إيري فقال وحوري ائتني بالمفتاح فريه كعبة إيك فذهب إلى أمه هو يدي بوتري دقوير هو يدي يد هو يهدي أنا ودوان سعود بن أدام فراه هو كعبة إيدي فريه سلافة بنت سعيد بالورنشري سلافة بنت سعيد هو يدي سوى صحابي وقدم هو إسلام القرن سنات فذهب إلى أمه ويدي بوتري سلافة بنت سعيد أهيد فأبد ويدي دا أن تعطيه وإن يفره وديبت وحيت يقول ديب ما هي فران فران ديب هاي ما واتقنا دوالة وحبسودة شيئا مرة بضا تاريخي أما دحل قلع أما كأب كأب لهي سنشري عروت يرك يبان يرضى كفو واتو دل بس يفوض كو ديبتي ويجيل في قوسوه كو قبصم هيا مدح يسم بالله قال ودوكتي فقال وحور مركة سحابي عثمان بن طلحاها والله الله كو دارتي لتعطينه أما لتعطينه نسق باقرين لكن لتعطينه بأي قرآن وديب فرها وادحين أو ليخرجن هذا الصيف من صلبي أما سيفتا أي طبق يكب حيسور سيفتا يقد سيسميه كوضا وده داكو فسره وهذا هو شو ديبي واي قال شبطي بشركين أول شبير لو يدوك ربو قبصدي هاي خطليني فرها اسككي يا ما حكى لي ورجينيت سيبتن يا شربتن أو متين إيه قاشانك يا ما قعني أنا نو هذا حجبين هاي أو هيبني عبد الدار هاي أو هوشان عرمنا جدا بيس حلكم وريج إلا مغالين بان نقرنا إنا ودي دن بيتك إلهي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركي أنت أنا لقحي وبن شرفته هو يفرها كم لا بلا معنا بقول لك أولى لكن ذلك هو معي سيفتان أدرك يسوعون وتنتهي لا يقاب يا فرها اللي يجي من ربك الله بحمو طيب إلا وظالم حق من عنها ياك قال يحور ابن عمر فأعطته إياه فروه يودي بتويل كذي عثمانها فجاء به إلى النبي صبان وأوليه صلى الله عليه وسلم فدفعه له وأودي بي ففتح الباب الباب كبفر النبي مش عثمان بفري رواية بحورنا ياك
أول بوفر بدن عند أهل سيرنا مشهورة عرب يقرش وحياء من سنين كعبد إنه سنفوري كريم قف قيس كاهين قليها أن رياض الطلحي حجبيين تليدا هذا عدك اللو دي وفرها قال الليلة ضفورا ما فرها يا ما رفور ما يسف ويديد كعبد إلى لو دي بذك أمانة إسكالها إيه عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة ابن عبد العزة ابن عبد الدار ابن قسيم الكلاب يقول سكوت يوحي لها المال حجبيين مركساسا لولا مركا يقع هوشا مسلكا لكن نبقى مالك كقاضة وفريتان كعبد النبقى فوري بالرواد بانت المامين الباب إن قلها لقى سوى قتار وهنضرب كحق لقى سوى الرقان أما العليانة عثمان بان لي يمت وهذا هو شقد وقبانا يخدم دي وبيتك وقبانا يلقوه ثم ذكر وحوش شيغي بمثل حديث حماد بن زيد بو شيغي حديث حماد بن زيد وثمر تنهدي عن أيوب عن نافع إنك مرك متابع يمرك وحاول وصفيا صفيان با متابع يمرك حماد حديث ثمر تن بو شيغي حدثنا زيد بن حرب قال حدثنا يحيى ومن سعيد القطان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة وحدثنا النمير واللفظ له قال حدثنا عبد يعني بن سليمان الكلابي عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت أي الكعبة رسول كالي كعبة بيت كيبو قالي ومعه أسامة وبلال وعثمان وطلحة أسوي اللي تشيران عثمان إيو بلال وأسامة اللي تشيران فأجافوا عليهم الباب طويلا فأجافوا ويسوهن ترابين إجافوا ومركع الباب كحقه وصل لقسوا عليه بلها لقسوا الريحه بنان كان دلقى حيران قفل بها الليل هذا حقا هو قدها دلقى إغلاق بإنه وانك لقانا طيب وهن تراب يوحون لقانا يقفل هوستك اللي حير الله مرده وقفل لما إيجاد قفل وحي كور كيما دوي هن تراب يقتار بحقه وصل الليل هذا هن ضربنا شعب الله ويجر تاوشان الله صعب قطر بسماه فأجافوا عليهم وحيسكسوا عليا دشوا ضايسوا الباب 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 كي طويلة إن دير إن نور النبي هذا ماشي كتلوا كدوا على سنة ثم فتح الباب كبير الله فوري فكنت وحانا دائم عمر هاي أول من دخل قفك أهرية قلاء يانها فلقيت بلالا بلكم فقلت عن كوري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كلا يقوب تيب وكنت كذا حقيب وكنت كذا فقال وحوري بين العمودين المقدمين لابد تدير اللي هور مري حق هوري تشيرا نحن كنت كذا فنسيت عنها المامي أن أسأله إنا ويديو كم صلى رسول الله رسول كلا إنا يقوت كذا إنا بهو كم صلى هنا مركز سيدة تاي رواية البخاري ووحل ويديني أي تويح لبرع وتكبر عن رواية البخاري بعد يسي رقم كصدح بقول سقاشة يتضبه في صحيح البخاري كفيري من طريق مجاهد بن جبر عن ابن عمر ابن عمر بكسو كشيكي سوي فأقبلت والنبي قد خرج وحن صوق قريب النبي كسو بحي كعبد وقد خرج وأجد فوجدت بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين ركعتين بين الساريتين لو ركع عوض بكت كذي لو ترنح ضوضا على يسارك إذا دخلت ودنك بديح وليبك هاقبا مركات كعبة قشو ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين أصوى نسيده كلم حديث نافع من عمر عند أحمد وابن شبة النمري مركة طرق فربضان با عضين يسئين بلال وشيغي من عمر نبي مولا برح يوتو كذي ركعتين قولها كعبدا كنتو كذي ركعتين مركو صواب بحيب الباب يكذن كعبدا كنتو كذي وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا يعني خالد يعني الحارث خالد بن حارث الهجيمي قال حدثنا عبد الله بن عون ابن رطبان عن نافع وفي رسالة رواية عبيد الله عن نافع وصومرتين وحلقة وصومرتين أيوب عن نافع أيوب عن نافع أيوب عبيد الله عن نافع كمتشر الرواية انضم بن عون وإسخلاف سنين صدرت دار قدني تعليق به شكلي وانت المامين عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه انتهى إلى الكعبة عبد الله بن عمر وحوشي أنه انتهى إنه كسو إنتو إنه سوق قاري
إلى الكعبة كعبة وكسوة بيضم الله كسوة كل مي وقد دخلها النبي نبي وقلي وبلال وأسامة بلال وأسامة عيقلين بكعبة يمد ميل بكسوة يرضاهي وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب عثمان بن طلحة والباب كحري أما وكقتار نبي إيو صحابة اللقش قال الحور فمكثوا فيه في البيت مليا إن نبر نبر وقت يرير والمعتاد أهين ودقن كلا يقان أهين بالنبي ماشى قد أهين ثم فتح الباب الباب كبار الله في العرب رقم حول أن تيك قلان يكسوا بحا تيك قلان وحير تاك نامد بعيسان وفرفيريا إن يكسوا بودان نبي وارح فريست فخرج النبي نبي قصوا بحا ورقيت الدرجة تران تردي بان فولي سلان كبان فولي جنجرة دوارتين كعبة مكة كوكتان أي نمان كذلك ريحية طورة كتاها يزمين دارك الباب كلا قال جنجرة يقول له فولو هل كيبان كريو ورقيت وحان كري الدرجة جنجرة بان كريو كري سنقل على الباب كعبة قبا قالوا كريو الباب كيد فدخلت البيت كعبة بان قالي فقلت وحان كوري بلال أين صلى النبي أما وحان إيه حقي النبي كنت كذي أنا روح قوليا سؤال سأن كو وجهين قالوا حدا صحابه اسامه يا بلال ايوه عثمان ولا سعودي ها هنا هل كانوا كتكل كبتن وقال ابن عمر ونسيت ان اسالهم كم صلى اي كم صلى زياده على الركعتين باللوجده ان بس النبي تكلي لبا وخي كبدن اكل ليس ويدي مركا عبد الله بن عون ابن عون حقوق خلافي ايوب ايوه خلافي عبيد الله عن نافع سؤاش وحك جوا جماعة قالوا ورانا محطون مرتين بلال بايري بلال أيايري مرك الله ما معنون بلغو توجيه انه اسونك لها دار قد نحوري تعيل بمروكا ترجعوا عيري رواية من عون وقالوا حيوك بلان يهي وحكا حيوك بلان رواية عبيد الله مد أيوب ورانا يسا ابن عمر سؤاش بلال بكو وجه بلابان او جوابي او غر امت جوابين واحد او جوابي يا صحن لكن حافظ كوشا وكان نقاش الروايات فربهم فتح حقوق يعني او تلمام يسيب نعوينه السحية هاي وإنك سيين متابعات قاصرة وشيخ نافع لمتابعيني من طريق أبو الشعفاء بن عمر ومن طريق العلاء بن عبد الرحمن عمر روايات فربضان وإني بلال يا أسامة أنت بقوي دي بن عمر عضيني محنا سأقوي إلي وهو بسي كررسي ماله هدو حوي استو استرترو اسكد بي ما ده يقين بسكو بدله هي هبال هبال كي يقين تون هدي كرودو هي ولكن ليطمئن قلبي وي يقين تون وي كرودا يقين تون ما كرودو نينك الى هدا واجهمي اسكا الى لي جهمي ده وركا قبطه اليقين لا تزيد ووركي متكلمين تخاصة طائف الجهميه علمك هذا الاولى هو علم يقيني لكن يقين تنال محمد يطال مصنطا أبدا يقين تابي بكري أبوه مصنو يقين هناك يقول أقوى من يقين يقينيات هنا ويكردان شدة وضعفا وقوة طيب مركو وكرسنا يهوشا مويين بلال بوجهكو وجهي سامنا وويديي أما الحوانا يسا بلال باك الجوابي ولديه كان هاي وهو أمسنا وارده يستنى إذا ويقررين هذه إذا هو جماعة سؤال شنين لقوة جو وهذا هو شام حاد كم حاد كم قشين سدا يسدا هوي وهذه كان يقوى مسمح لها علماء ما شاف فردين سؤال سوي ديو ساس يقول جوابين هل نبارك هو جواب معناه هو سدا مرك الترجيح ما هي جماعة كفي عن وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد وحدثنا ابن رمح محمد بن هاجم بن محمد قرني السنة أخبار الليث بن سعد عن شاب الزور عن سالم عبد الله عن نبي أبي عبد الله بن عمر أنه قال دخل رسول الله البيت رسول كلابة كعبة الجري هو أسقي وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة جماعة فأغلقوا عليهم الباب كي يسكسوا حرين وسوق تارين فلما فتحوا مركي فورين كنت وحانها في أول من ولا جاء قد كوري قريبا كتشري أحد أوري لم يكن رواية كلا صواع دي سزاق أوري فلقيت بلالا بان لكل ما فسألت أرن كاسا ويدي هل صلى فيه رسول الله رسول الله البيت كما كنت حتى كذي قال نعم قال صلى بين العمودين اليمانيين وحيو كنت كذا النبي لما تيرين يمانيين كالليدة حق ترت الشام
حق ينبر بعفوا حق يبان جرتا أيو نبغو بحوذ كتو كذي المقدمين صدح تيره الرئيسي أيو لبا إسكمريي بلح مدنا إسكمريي ميدك وعقتنا هذا المركز كعبال صاو قشان بان كان ميدك وحكا جرا يدو رئيسان وحيو إسماعيل وتيرك أن لتابن جرن بان كان بلح مكاب قشع كعبال الألباب كذا تابن تابن كان بلح كاجران لبا تيره الله يقانه يمانيين طيب تيرك آقا كجنا مكي يمانيين بان ليل ودنك هذا بيه كاقضني وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب بن عبد الله أخبرنا يونس يعني ابن يزيد الأيلع من شاب الزور أخبرنا سالم عبد الله عفوا العمري عن أبيه قال رأيت رسول الله رسول كلاه بن عركيب دا عبد الله بن عمر دخل الكعبة أسوى كعبة قالي البيت إن بدأت تصمق ليسين هو أسدي وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة ولم يدخلها مقل معهم لجيران كود أحد هذا مكلي صدح ذا وذات يصوبنها وحراعي مجري روايات دورة وحديث المامين فضل بن عباس نينو لسعودي لكن هو شذوذ رواية صحيحة ما جرته طيب فضل بن عباس ما لن كان لمقل نبي كعبة عليه الصلاة والسلام مركا نفي قاسي وصحيح هو ثم أغلقت عليهم ولقوا قتاري أما هو لسوع الشيء قال عبد الله بن عمر وحوري فأخبرني بلال بلال وحوري الشيء أو عثمان بن طلحة وعيشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين وعيشة بلال أم عثمان رواية مركة أوضاء وغير محفوظة رواية كفورة أي جزمي أحد كل شيء وها بلال أما جماعة ودجرت أيام محفوظة صدرت يدبود مسلم قبال أمري رواية أوضاء شكتي شكيكا كانتي صلى إنه تكلم ويشي في جوف الكعبة الكعبة جوده يدب بين العمودين لبلا تير لحظة كنت كذا اليمانية بنك مذيك حاجة حق الجهات المكة اللي يدا هذا صادرت حافظك حلو المحفوظ أنه سأل بلالا كما هي رواية الجمهور محفوظك وإن وبلال توسو ويدي هن كان أي قررين حدثنا إسان راهيم وعبد بن حميد مركا ننكا خلاف الجماعة هذا مركا حوية ونقرية ولدك يونس ولدك يونس وليت بن سعد فوق خلافي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن ابن بكر محمد بكر البرساني قال عبد وحيد أصاب في حديثه أخبرنا محمد بكر البرساني الأزدق أخبرنا جريج عبد الملك قال وحيد قلت لعطاء ابن جريج وحولي عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج لعطاء ابن أبي رباح مفتي مكة وفقيهها أيها الحنكوري أسمعت ابن عباس ممقش ابن عباس يقول له إنما أمرت محالا إذن فري بالطواف بالبيت وحالا إذن فري بيت كانت كل طوافتان ولم تؤمروا بدخولين أتقشان لذن فري محالا إذن فري تعبض كل طوافة ده تكون إنسان سوقا بلا لكن قال الله إذا مدهن ممقش عطاوة شيخ ابن عباس وسيدي ورنا يقول ممقش قال عطاوحي لم يكن ينهى عن دخوله عطاوحي لم يكن عباس ماهين ينهى ومضى متكرر عن دخول كعبة قليد هذا ولم يصلي فيه كمانا تكنجرين به مانا كنت تكنجرين ومضى قليل سنة ومضى تيجرين معبان كبود عفوا ولكني سمعته يقول لكن وحان مغلا صغو له أخبرنا أسامة بن زيد أسامة بن زيد حيشي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت نبي مرك كعبة قال دعا إنه قال كبري في نواحيه جهوين كيس جمع ناحية وهذا يعني جهاد مدك بنح هرية قال أفرد لحد الجهو في نواحيه كلها جهوين كعبة الدربية أفرت مدو بينه مرقى مرقى بينه نبي قد عايستي بو إيشي ولم يصلي فيه كمان التكنين بو يري وموسى كنت تكنن رواية مرك ابن عباس يديد إيسا أسامة مزيد عفوا أسامة مزيد يديد إيسا النبي قد موسى كنت تكنن والرواية هذه جمع الله إلى هذانا والله جمعين كرا وحلو حلو ولم يصلي فيه ومحي وحكا بضان رقعتين وحركعتين كبرا كنت كن وكو جمعين كرتان وحاكو وكو جمعين كرتان نبي قبيتك واق قالي إلا
لكن كما تكني من حلقة وراء أسامة صباح واني يسو هرمريه وصباحي ومركو نبغو أسنام تلبحيي وأسنام تدال ماشا لغا قاضي ينبغو قلي وكتو كذي مركو قلي ان وينبغو صلاة أوسن قلن أما هو قلي كذبا وكبحي أيام هاو كفكو داي أسامة الله داي لأن الرواية وحي تلماما يسعينو نبغو يلي بيه إيدون ودان بانو دوني حيل كزم مكسو قاضي وأنت بانكيني وأنت بيوي نبو حكوتر تري صورت كل منا دربيا كعبة أي كل دقيقة وأنا شخص وقفت أنتم مغنا ينبو تكذب بعي كرتاك الدنة دعاء دايرين بكور هلي النبو كود باهي مش نبي محمد بايدر بيو فجئته بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصور والرواية دي محفوظة هاي وكان صوم مري إنه أنتو صوب حي البابك وفرستي كدبنا ودون يستي نبغون كدة هاي كعبادة إلى يردق بطن نبغو توسي مركو أسامة بحتاك وحكور رأسه وحو أركيب وكور نبغو كنت كذين ما أردبو إشهد مقبن أما وان مغنى أما بنان كان فدي سحابي سوء ولقى مرنما عن صوب حين بلال أي سوء قولي مرك الرواية بلال ومثبتة بلال ومثبت أسامنا ونافي وحبوه الصغيا ونبغو تيريي أوهبو ويات كنواد ضفيري نينك وحصوغيا كالضفير هايانا وحال هرمريا في الرواية في علم الحديث انت بدن غالبا إلا بقراء مثبتك مثبتك حق حديثك دي لو صلى الله دي رايادة الرواية دبا أردد أسام مزي حديثك كقالاتي اختلفوا عليه بركو الصلاة ويسوغين برنوي أنفيين أما حديث بلا رجل وريا لم يختلفوا سو وريج صلاة واسوا نلا سكما عن رافي أو قلاشية ديدو حقنا النافية وحكفي عن نين قال سكما عن رافين وحنا الصغية طيب حتى خرج إلى صوب حي وكعبة يرد يدو كتو كذي فلما خرج مركو صوب حي نبغو ركعة وحقو ركوعي وكتو كذي ركعة يسلى صلى بالله قبل وحكوتو كذي في قبل البيت أي في مواجهة البيت الباب كقماتك كعبدة الباب كذا ركعتين بكتو كذي قبل وامع ومواجهة شيء أبقى بشو الوجه السيسال الوجه كذا مركو نبقو صوب حيب الباب كذي وجه صار وهكاسو نبكتو كذي وسطيه وقال وحوري نبقو صادر النبي هذه القبلة تنوى كعبدة أتو كذا الذي يري إسوق قابل الذي يري حق يقول سؤال الذي قلت له حنكوري مركا إن عباس ما نواحيها قلت له حنكوري ما نواحيها نوا يعني عطاء جوحاوي مجرجوي عطاء بنكوري نواحيه محيطاي نبي النواحي يدو كنت عايزتي باتر هذين أفي زواياها ما أفرت لك جسبة جسكس يجسكا أفرت حق لضمية مسوا لحدة جهو وحلقا وضو قال يحوي عطاء بل وحلوجد في كل قبلة من البيت في كل قبلة أي في كل جهة من البيت طيب فهمان كبير بل وحلوجد في كل قبلة أي في كل جهة من البيت جهة كستوكا مدى بيتك البيت كل حجه وليات معناها صلى الله عليه وسلم كعبرة الباب كذي يجهد الدورة يسيكالا يلا الله بيع سوى اللحمة مركا يدا هذه نواحي لنا أفر بين غنية نواحي ذا دقوري لما كلا في ريا أفر 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 دربوي تعالوا قاب كذا ودي زند اللحمة حدثنا شيبان فروخ الحبطي قال حدثنا همام ابن دينار همام بن يحيى عفوا حدثنا عطاء بن رباح عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي دخل الكعبة النبي كعبة قال صلى الله عليه وسلم وفيها ست سوار يدو لحتير له جمع سارية لحتير يدو كتاغا صدح صفا يا صدح صفا فقام النبي وحو استاغ عند سارية فدعا تير أكتيب استاغا مركز النبي قال دعيس ولم يسلم من التكنين ابن عباس هوشا مكة لويدي النبي رسول كمان مقال ما لتشوغين ما لك فتح مكان النبي لموسن تشوغين مسألك مكو كعبة قال لي يوم الحديبية لموسن تشوغين عمرة القضاء لموسن تشوغين مكو النبي قام يشي يمد ورنتنا مرنا وحايشة يا فضل ابن عباس
وان قبجوغ هين مرنا أسامة إي شيغي حديث كسوا الرواية عن غيره. وحدثني سريج صدرت ابن مسلم كذلك ترجيحا لرواية بلال حديث بلال بوكور مريه وصوشر عي. وحدثني سريج بن يونس قال حدثني هشام بشير السلمي قال أخبرنا إسماعيل بن خالد الأحمس البجلي قال قلت لعبد الله بن أوف وحنقول وصغر وصحابي أبينا وصحابي وحنقول صاحب رسول الله يا رسول الله صاحب كسئها أدخل النبي البيت في عمرته عمرة القضاء عمرتي كدا بيسي حديبية سنة كتضباط أهيد لو مركو يمد وكي لوجي ونبي صو عمر يستو سدح برنا وتشوه قريشنا أي كحياة كعبل الكب حضو لابنا يسقي عيدا كيس زبنا قدمنا أي كب حنا في مدور دمك وحاري مك مالين كاس نبي كعبلا مجالي قال الحب مايا لا مجالين حي لي نبي مجالي كريم أو قريش بمن هو قريم الله بو أصنام بمشي كب حدي حلي قام دم فتح مكة وقل جاء الحق وزهق الباطل ويحرم بالرقي كبير على النذيفيه ولا هجاتيه شركي ولا قصاري أصنامين شركي كقدمنا نبي صلى الله عليه وسلم قلت كذا إذا محل شهادك وحوي المسألة أنا شيخ وبابا يستوي كعبد إن لقى لما بنان تيها بل وصنه هدي الله قالوا اللي قد عايز تكورا وصنه أيضنا بالإجماع بان والبعض قد عايزته مع صوار الصلاة صلاة السنة إن قد حتى كان كلا اللوب بدنيه وخلافي إن سنة الأولى حتى وانكروا أي الله بدن إياه وحنا الراجحة من حيث الدليل فرض يصنوا إنا يبنانتها فرض يصنوا با إن هي أي بنانتها هدي لليها كعبادة قابلة اللي يريه نحق لله مردهين ضدك المسلمين تبنان كعبادة كذا سوتو كذا كعبادة أفرت إيجا هي قابلة مساقب كم هي قابلة يا كعبده وهو يروح عفت جهاد قابيل كرمتشرو اللهم إنا أنت أطقتو ما كان كجت كتو وهذا حك يسوي تكتو وحك يجت كتو مين هل جون بعد كجيمان أما وقوي بعد كجيمان وكبرنا كجيرتا أما بري بعد كجيمان أما قلبيت بعد كجيمان لحد عفت جهاد قابيل كرمتشرو اللي يسوي تكذا لا سعد هذا أم القرى ومن حولها وهي الدون كم يلا اللي يسوي قابلين إذا كم بابرتين لو تكدو وقوي إذا كان وحبتين وقوي أنتو كتان لأن إذا واحد كتيرته إذا كان كتيرته كونفر مرك وقوي بتوالس نوال بطن كي كحيته بوسو تكانية نبى باريوسو تكانية نبى قلبيه تكانية نبى كونفر تكانية نبى وقوي تكانية نوال ماشوا كتير دون قوي يبدي بره ماشى تجوك تبع marka salaada sunnada iyo mid faradka iyo taraatibada sunnada iyo mid mutlaqa kulli way banaayeen maxay yelay al aslu waa maxay salaaduhu inay xukunka wadaagaan al aslu waa adamu takhsis salaaduhu waa inay simayeen illa daliil wuxuu kala duwayn mooyey sunna iyo faradna safarun bal wuxuu kala duwayn xagga qiblada inda tamakun wal hajj وعند الحاجة لك أما يدل الجوع وروح النجية هاي إن لك لقاعد توجه حق القبلة لك لقاعد سنة يفرض أصل ماها قياس كنوا مت تاجيري نبون مك لقاعد واسكن مت نينك مت خصيصنا تخصك وحكم شرعية دليل بك هذا بانية دليل بك هذا بانية غاف كم مك مالكية حنفية اسكت دبان اسكت يا شافعية كرون أو يا أحمد يحنا بلغة على خلاف فيهم في المذهبين لفت الكورة والسياية حق فرق المكة اللمري باب نقد الكعبة وبنائها أصل كذب هذا دبع علي مركة مسلم كعبة دي شرفت دي حرمة دي هوله دي بدي بقول نغويو باسمه دي هوري يدمنت دي وحقاري بورباين وهذا كهالله قاب كاسو قد أوكيان حديث ففاسان دارنا بخاري ومكيانين طيب حتى سنن كان أوكيانين اللهم النسائي رواية بان جمعية مهية كعباد وأصل كيادو هوري انت قول الله بيسي يعيد بيسي بيسلف كي يخلف كي يسكن مان دعفين شن قول إن الله بيسي 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 ملايك بأصل كيادو هوري إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا طيب إذن ملايك بعد استي كدبنا نبي الله إبراهيم باكوحي وقران كالي بنكوشي كيي وإذا رفع إبراهيم القواعد
من البيت وذكر وإسماعيل ربنا تقبل منا. مركي صدحادنا قريش بعد استي نبغون اسمها وجوه عليه الصلاة والسلام صدنا شنسن وجري يلا باتني شن بوجري بالسكوه يا قبل البعثة أنت النبي النبي اللي قد جاني إلهي سبحانه وتعالى أن علمه غني وحي الغوفين قوب جوك بو أحد اسمها تنبع وأحد اسمي مركا صدحات اسمي أفراد وحوها لحنا يصدح ذي الجردة أما لحنا يأفرت ذي الجردة حلق عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بأنتو الدميين أيو لسي ونتعاو كشكينتهم المسلم بالرواية والسند باسمه شناد حجاج من يوسف بعد سي حجاج من يوسف أياد سي انتو الدمي باسمه عبد الله الزبير أيو متك هرو قريش بكو علي في الجاهلي قريش كيد بكو علي عبد الملك بان عمره ربنا من من في النبرة بآية دين بدان نخربي ضد بدان نظلم بآية حجاج باسمه سي أيها تاغنا إلى كنسانو كنسانو أفرطان اسمور طوالسكو وافق صنية أركتك لي بعض السلف رجحيا وحيلية ذا هاي اسمه ري ملايك باردستي كدبنا نبي الله آدم باردستي وعزب ونسي مركي دونتي أي 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 نقلاتي إبراهيم باكوحي ويقول كيساء قريش باكوحكتي وفي الجاهلية بستي وما كان نبغى نقول جوبها عبد الله بن الزبير حجاج بن يوسف مركب حين غنيا لحد اسمه اسمه أبدا بي كعبد إلى أمن كان تاجنت كنت تاجنت هاي كن أفر كن كن يا فرتنك بالله بس كن يا فرتنك هجرة سلطان عثمان جاي مراد الرابع الأورنجي أيار بستي كن يا فرتنك هجرة وحي انت كدم بي وضيعترون ناش ناشد ميزاب مترون الله سميو جران جران وحلقة هبايو ان ميل عطبادة اما كدين الله سميو وحيابها النوع عاسي ترميم كا اما ناش ناش كا اما قرقر حنتا واقوني وحلقة لي واد اسمي انتي اللي دمي يلا ديسيب على الله اسمي او عمر الديرا انت انو انكورقنا دانو قرن ما ينو انت ود حيسيه اسمه آدم ملايكة بحسب قرنكر وحانك وضع أن قرنكر نصنع له أن عط وعضينا ونقو أن فهمك اسمه نبي الله آدم ويلكس إبراهيم لكن بدأ داروه قياسنا بدأ دور كنو أطسائي بوي أدنسة طوانكم بكرو دافين سيدنا نغطي لكن ددك الإسلام كالشيك تد اسمه أقول دارا وحوتاقنا لحنا يا أفرتي لحنا يا شنتي مثل لحنا شنتي جرادة إلى كون يه أفرطن هجرة ودسمي حجاجة دسمي حجاج وكون سنون هذه وكون سنون حافن حجر وحويري وحان آد علي ببورون عجيب نقضي وحوال بو حجاج وكسو كردية كعبضة مركو انتو الدمية ودسها دبوغو بولا بور دبوغو بولا كي قراشات باكا أتكا wixii asoo ku soo kordhi ama darbi meel ka qalluuciy ama meel gees ka taagay markii boo boolahay kal jidara shaam mise darbiga xaga uu shaam mariyay hatta ujri ismaaciil la xiyo ku darway boolan way daatay hawli quraysh ama abdullah bin zubair uu sameeyay wixii uu ku waafaqay oo dhan sidiisa bay ilaamanka u taagan yahay buu wuxuu asoo ku daray oo ziyada ah kullu waha waa uu duma wara halaabo حلا بسوق الله هو سنة كسب وشيء ياكو سديت بقول الله بعثني شنتي بقى الله يا أصلاً سديت بقول كنت الله بدي أيوة جري وقرنيس أساس كعبة إيه هؤلاء صوم مرت إيه وحي كدهم بيسيب بقى الله حديث بينكم مرة سون المعجة لا تزال هذه الأمة بخير لا تزال هذه الأمة بخير أمضن خير كزور ميسو أنت إكوينين يسو حرمة هذا البيت حرمة هذا البيت فإذا ضيعوا ذلك هلكوا
أمضى النبي محمد إن خير كسران تاي كزول ميسو ويدقان توارون تاي أنت وينين يسو بيتك إلهي كعبد حقي سنة إيران ليسو مانك ضيعان وفضيستان ويهلاك سميا هدف الرئيسي كعبد المريس وولد ميسو سومارين في التاريخ فضيسي هدف المريس يدب كاد اللوغي سنوي رئيس عدو كوكا كعبد الله رتمح يكو سمينا ياني يا مشركين تقد الله بحيس كوريس يهود كعياريس ماشي مانها تالا وولد ميسن قارين إذن كنا ماشي المريس أنكم مسلمان هان يدن لنمو يضعفي يليدنان وولد ميسن سومارين نمان قرامة دواتي سودوين حفوض الاسجلية حاجة كان نقضى عاية ودب كيس واترا لكن قنوين لعلاية ما شبتال ليل لكن هذا هو تبتين وهذا هو الوبية كاني وهذا الاسكي عليي وهذا سوق هذا هذا لك وحا هايست واركيسان طريق الساسة لغا ورمية انتاون أصل كاساو وقاد كعبدنا حرمة ذي وين المليان لك قدع حدثنا يحيى بن يحيى باب النقد الكعبة كعبة الدومنتي باب وبناء بسداد إن نقد وشيء تارنا إلا فرفره أما دب لود ميو أحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية محمد خازم الضريب عن هشام بن عروة عن أبي عروة الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال يا رسول الله رسولك لو يقول لي صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولا جعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولرجعت لها خلفا نبي عائشة إياري عائشة إياري وكحي كعبد بوكي طيب وتصولي بقى لولا حداثة عهد قومك تلك زمن كيسي حلقي سوى كل وي بالكفر قال لما وهذا يسوى إسلام سنة كهر بلا كهر ونقطت الكعبة عبدا دمين لها ولا جعلتها وحانكي إلى قدس لها ولا بنيتها بكذا بنت على أساس إبراهيم نبيل إبراهيم أساس كيسي شبكي قولي أمك الله دسها ولا ركتنا شبا حصل مريا بلك انت أيا شب لهر مريا شب كاسا قولي أن دير لغو استاجية نبيل إبراهيم شب أفرقيسة أو سلسيات برعس كو حرم بكو أساسي وإلهي قواعد إذن كل شيء قرآنك طيب ولجعلتها وحان قدر الإسلاة على أساس إبراهيم أي على قواعد إبراهيم نبي الله إبراهيم قواعد ديسي محايلة فإن قريشا قريش حين بنت البيت مركي كعبدة ديسيسي استقصرت ويصوق أبسطي باحد الله قطرق علي كعبدة يكسك عدعين واضع ركتين وين صومر إنبضن دانكن حجر إسماعيل محا أن لو ترك لو تابني إن حق يذكر محا يلي كعبدو إن لغو طوافال الربا نينك انتو صور دقاقو لابد تيري حق حجر إسماعيل تريد وان تابنا يا كعبدو كود حجرة انتو قول لابن يا داركتين كعبدو يكتر سنتا دربين تيل البلاريو إن لجارسي لهالكا وأفر جيسو سلاج الله رسالة ربي ويسوق جابس ذي لحدون باكم مكان كعبدة كعبدة أنا كتير سن أو اسمها أنت عن كتيرين اسمها أنت عن هذا أفر جيسا لحدون أو كمدة هاي بابنا أن كتيرتون اسمعي ونك حجر إسماعيل ذي وكنا بقول على حديث الحجر من البيت لحدون مكان درسوق واسطح متر كعبدة درب يا رب الله إلى صدح من تربة كم مكان ما يحول إنتان دمي ينبلرين لها أسود بني لها قيبت كعبدة كم هذا إذا لقى سارة قريش أي بس ويدي ما كوبيل كي خرج كي بشت كوي راب قريون ما كانت قط لك شيء هذول وين دستان ويتورطوا يدين رجك معطى ميزان داشير يحجوب أذكر دسانيس فإن قريش قريش حين بنت البيت كعبدة ما كان دسيسي استقصرت ويسوق قابسة تيو ميسن قارسينين ماشي اللي قلت لك اسمين لقارسيو أردنك حجو إسماعيل ولا جعلت لها وحان أويي لها وكال وكم مقان نقول حكو إنو شاقي كو أساس إبراهيم بانكو استاجين لأفرت ذاك يسبا لابو
الباب نو ولا جعلت لها خلفا أي بابا الباب دنبو الله قبل حان أسمين الله مثل لقى قاله يمد لقى سيبحه ضدك مسلمين تمر كي قالان كوي قال هذي الباب كن كسر النقطة ولا سكر رفادي ماشوا عريدي ضد بدن قادم ما يزو هدون ولا يزدري وحان سمين الله الباب كلا قاله مد كو آدن ونكت تكذا وكسيبحه ولا جعلت لها بابا خلفا بابا خلفيا الباب دنب بان أفر لها ورواية الكوبات وحدثنا ابن شبيت وابو كريب قال حدثنا النمير محمد عفوا عبد الله عن هشام بهذا الاسناد وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن شاب الزهري عن سامي عبد الله العمري ان عبد الله بن محمد ان عبد الله بن محمد ابن ابي بكر الصديق وقاسم ولالكي من كان عبد الله بن محمد بكر الصديق قاسم محمد بكر الصديق يواوي وان تابع وثقه وجبله وذلك عبد الله بن محمد بكر الصديق اخبر وحوشه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عائشة وقتله إيدديه وإيدديه عبد الله دي إيدا لو يهي عائشة يدوه ومحمد بيولي عائشة زوج النبي يهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر هو يد عائشة حديثك كموسى مقال لكن يويل ويروي يهي وساكير وعبد الله بن محمد بكر صديق لا يداه يا إيددي حديث بابك ورني إيه أصيبك قات طهي قال يحب صوبانه ألم ترى ميرا أجيزا وضع رك عايشة أن قومك تلقى أن قومك تلقى حين بنوا الكعب مكي كعبة ديسيد اقتصروا إنا يقاب صدينا كسكر بعيد عن قواعد إبراهيم أساس من هناك صمرتين أساس كي يأستاذ النبي الله إبراهيم كسكر بعيد ميرا أجيزا نبيك حيوت الصي قال يحيط فقلت يا رسول الله أفلا تردها تردها عفوا أفلا تردها على قواعد ما تكون عرس نبي الله أساس النبي الله إبراهيم أبها مش كوا كعبد وكذت يا قريش أنت كده يزو هواه هذا ما تكون عرس فقال حرس بن عليه الصلاة والسلام لولا حثان قومك بالكفر لفعلت حداثة رمت مرتين حثان ولمد حرمت حرمان وكلوي حدثت حثان وكلي لولا حدثان قومك تلقاها ديسا كدوين أما كل عثمان بالكفر أي بالجهلية لفعلت وان يلي لها نمحو كبير عليه الصلاة والسلام قريش حكوين ويآذي يأذوين إنيان كعبدا شرفت دي عظمالي قف حوار كان كعبدا من ملكات دعين وحوار كهيان قف كدوميان ما أنت حوار كهيان من لوبس ودروبة شيء معظم عند الله ياها ايه اصل يسويل تاريخ انبياءها وردان انو بابين ايو نبي مرة باوشان اللي قلتهم فحان نبي الله صدري انو شعائرت الهي وين ايو اللهم صدري انو قلتهم انو بابين ايو ما دام مكة كعبوه هلكا يا قريش لجو اكتهدو النبي قد سحر الوحي خلدين عكس يفهم ايام عكس يفهم ايام سأدر تيدو بخاري فقه يسو حاكمي انو بابا يستي باب كان مكو مري ترك بعض الاختيار حديث كحوبة بس ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس بو شيء مختار كي على الدورتي وأنا أحسن إلا جت يكره مرك اللي جبقة يو بدن مسكح بدن اللهين أما أن ما أنكو كف الليل أما إن درجة أنا هين أما نقوم بن إني خلق كفما أو فين ده بكون نقط قال عبد الله عروه إلا إن كانت عائشة عائشة بيت هاي سمعت هذا من رسول الله عائشة هذا كان رسولك كم مقى شيء ما أرى وما أركى يبو رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ترك إنه كتغي استلام الركنين الذين يليان الحجرة حجر إسماعيل مركي أنت أقاذي رياب بكري حديثك سوء التبيين عبد الله فقه وكلب حيب ها هذا أنفهمي بوري وحو النبي مركو قعوة قبة وافها أيوه لبضن تيرين حق تيرتنا وقتابين نبقى السلام هاي كوان حق حجر إسماعيل تيرنا وقف غاني بحالي كوان هذا كف غاني وضواف في البيت في الكعبة بحالي سكوه ضواف حول الكعبة اللي سكوه وكعبة اللي تتوقع ليسا ذات كعبة اسو الدواته قوتنا دربيلا لسمى لبضن حق حجر إسماعيل
قولبك كوي جيران تابانا يا كحلت كده حجتاب وتوقش صدح مثل ما تقولها وجدت لكن كون كلي يمانيين كمكا تابانا يسو بنان بات جوكتا أو كعوي بنان كجوكا بات سلام يسو تابانا يسو معنا واقف عن دم بينتا ما فرها يوم النبي من الوقت استلام الركنين لبدا ترتابا شو الذين لبدا سو يليان حجة الحجر حجة مع الحجة إلا أن البيت إن ينتهي من كعبده لم يتمم من الغرب ما يستنع على قواعد إبراهيم أساس إبراهيم الغرب ما يستنع له يكسر قد عيونه كعبد قيبا إن جمع قن وبنان كجرتة حدثنا أبو الطاهر أخبرنا عبد الله وهب عن مخرم بكير وحدثني هارون سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا مخرم بكير عن أبي عبد بكير بن عبد الله الأشج قال وحير وذاك بكيرة سمعت نافعا بان مغلين مولى بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت عبد الله بن بكر إن أبي قحافة مقلي هاوش أنا يضع مركة دايو حطو مرتين عبد الله بن محمد بن بكر الصديق هنا أنا وحد مقلي أكيسان عبد الله بن بكر إن أبي قحافة وويلكي عبد الله أولو تريون أوهي أوهي حابدك سوسك الوضيق وحولي هاي ماشان وهم باكو جرو نينكا هورا عبد الله محمد انا وتابعي وقاسم بوليه قاسم محمد نينكا دبي عبد الله بكر الصديق ان ابو قحافنا وصحابي وينا ايه بنت خلافه ابو بكر ابي بكري ابي بكري طيب اوغي دحلج حتى اوغي بكري وحال الدلي سيده لو بدن وحال الدلي عفوا كمورني ابي بكري منك اللي إذا مرك ويل كوري قاسم والكي أسو دلالك حرار لقدره دادك فيهم من الوقو ماذا أنصاري مهاجرين برهاب وكتشري لحلن يصدحي يوم الحرة دادك اللبابي أما سحابي أنا أسو أبيه بكوري مرك منغون كورت أنا وحوار كاين هل كان لمنو أي تاي ويل لوتيري أووغي نبي محلو تيرجري أووغي أبيه لشيغب واجري إن عبد المطالب بلورين جري مرك معها واون اختصار اختصار هذه اللي لكن وهم بكجرة رواية ورا صحن رواية من شاب عن سالم أي صحنه تنضم بمركة مخربة عبد بكير أي مركة مكاس لابد اسكو خلدي ويلي يو اسكو خلدي ويلي أديركي ويلي أووغي أدير أووغي مكان غنايات دملا يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي أهيد أنها قالته يدين سمعت سمعت رسول الله رسول كيها بان مغلبة هويدين يقول أصغولي لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية تلكا هذا يسان قال لما كل عصبين دين تنو ولي كبية دين هذا يسو إسلامين شلبي الدقال لما يين ولي سفيا عن أمابية دين لكن حكم الظاهر مسلمين وي أولا سقانا بحر بكفر قال لما يسو كل دوين لأنفقت وحام بحن لها كنز الكعبة كيف كعبة في سبيل جد كلا من كل بحن لها كعبده حوال وقفة حوال وقفة قده يدهب بايالي فدا كبوه لي عرب في الإسلام والجاهلية وحيسو هذه يجي تكعبده كو وقفة جرت مسايد حوال وقفة أولا أقمر كريم كعبده مركة هنتي آلوف وربضان ويسون أباها نين باتالي ووحو بباله خبا حتى يالي سيفي ورمض وربضان دهب بايالي فدا تالي وحو البايال كعبده وباها نو نوعيوان لا انفقت كنز الكعبة كيد كعوحا قد حين لها في الجهاد في سبيل الله وقلب مهيم قراش ما أقول لما تابطو رأيي أن قراشي أمن سنيت أنك شافعي لا أمن سن وماله بابك أنك أقول وحي مسجد لا وقف أمال لصيه حتى هتوصل أباهنين مسجد كلمك ينكرو وأدعو الله كذا وين أنا إمامك يا أحمد فاز أنا أقول الله إني روج روج كهري روج روج كهري مرق واش عارف عزاس يا خوار إسكو قارو وفق علوسوي إسكو مسجد وحي الله سيء لوسو هذه حتى هذو بابو ومسجد كوبا هنين هل كان بقول الله ما طابن كريه شبعي تاجي وإذا دال بهاي الله فيرنا يا عبد مسجد كوبا هنين ومسجد كلا بابا هيا أصون وقد وقتهم ها ولا وريجين كرا أنا وحان لنا كان بري باهان كرا ما أنت توصل باهانين
بري قاجي قبان كرتا وحسنا واب بحسين حقيقة كينيس مدك هلا ضدك وحلب بحي ما يقول بحية مسد بلال هلا بيقول روك إما إن هلا جيو الأمين هلا جي ما هاي حق آدم هاي وركب الزانتين بيلتها أنت وقفت كي مركب السلالة قريش الكاسي تاجنتي لا أنفقت الكعبة كنز الكعبة بحين لا في سبيل ولا جعلت بابها بالأرض الباب كي دانو كان كل جنلا معي سنة يا قريش كعبة انتين بسين وجلان ترؤوس سنين يا الباب كدو على كدولية هل كانوا لقوت تاجية مركب صوفوا شال جلان جربة والباب كان مريسو إفرا كعراتنا هي مركز واحد كل دعي شلقوت بس كدولي أنا دخل كل حكومان ودخل كل رجيستان وكعبة في دوننا إيجليان كي دون ودي ذا أي ربي وصدق هذا الله سيسي بالله فوري أنا والبود دي حفتر بالله فوري هذا قنا والبود دي إلى شيء محمد ما ندعو تلو حسن قر قرت والله فوري أنا والبود دي أبي هذا تلو فرايا يود بالله فرايا دي للرب وهو تحكم كاس لو يحور بال سمن أقول كع ودك اسميين بان كدغي لها ولا جعلت لها ولا جعلت بابا الباب كي وحان كدغي لها بالارض با كدجين لها بنو جيدا وين ما دونتا ولا ادخلت وحان سوق لها فيها في الكعبه من الحجر حجر اسماعيل قيب كمان كعبه سوق لها عند خلاف باكتا غنو حجر اسماعيل غولدان سا وغارن اي درك اد مودو اما اد قبال كمودو اما بش اد مودو بش اد مودو دكتاس ما كل جيب بقى كعبة كتر سن مسوس اللي حدودهم بقى كتر سن خلاف بقى التاج خلاف بقى التاج حلو بناء هاي صدع اللي حدودهم بس كعبة كتر سن أنت كلو يكبح سنتها هذا الكهور مركا أنت أنا كتجن عبد الله عمر روي هضيه يدين كم قا شيء حديد كأسرع وحن أم ملاينا يهوش إن سيداتها شك كم وض شك كم وض وحاطه بطو يا وحال لا تشكك المتيقن بالله يقانا أنا مزد اليقين بالشك باليدا أنا مزد الشك باليقين وأسلوب بلاغة اللغة الدراسية وادقار الدونتان قرآن كان هو كبيران يعي قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن يتديد فيما يوحى إلي وي. إذا نظر من يقول سيب يوقيا مثل كشك السنية إن ضللت وإن أدري لعله فتنة لكم قرانك وكبرت وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وحاس دوام معي روح أدرك القصة وقل لنا إياه وحاس ضبطه يا إنا دهون بات خبق إيسا صاد أحير مقابو جيسو وفرح حنانك وقب بحيسو وننك مسألة وقبك مسألة نذرية ولا قد هاللي كارو سيقودك وقصة وقعك دينا وقب سطو قدامك وطلع ما يوال خلدنت أنت في النار أنا وأنا في الجنة والهاللي ما يساهدي كلا تكتبا مرك حير مقبولين بلاه وأسلوب ضد كلوه سحر الجريوي ما هنا خش كسنت واحد من سنين كون كريستن كم كلوه بيد واحد كده أنا يدون هو كين زعم هي إلهي بعد جرنا هي هرت برا ولا حال مثلاً كم خش كسنت ما هي أسلوب ضدوي ضد الله فرا مرك فقلا ورسو بحيب الربائن وأرؤوس مين مين مرك مش كسنه هو يد إنا يشكت حديثه يهبطه حيثكم يقيه وحدثني محمد حاتم حدثني ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي حدثني سليم بن حيان الهذلي عن سعيد يعني من ميناء المكي قال سمعت عبد الله بن زبير بانه يقول أزولي حدثتني خالتي هبرت وحيشت والله قال بعي عايشة وحيشت ويسوكرت هبررت ويقعي قوي أمهات المؤمنين بيني وبيني أنا بلية قال أنا قد حي أدبي أوتش عليت عبد الله بن زبير أدبي أوتش عليت وكور قوي قف من آذن يكتش عليه بلا عايشه يا عبد الله زور متر ويدي ونقعد النبي يقول لي قيس عبد قرن إنسان النبي يقول دعي حدثتني خالتي رئيش يعني عايش وجيلا قال وحين أنت في حديث أمرك إيه تبيني حديثك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عايش عايش وي إني فقيهتي عالمتي عقل بضنتي نحلك سيقول بنت النبي عليه الصلاة والسلام فرنتك جتكي هؤلاء صلى الله عليه وسلم كما بردار من عمر وصل أشيق النبي وعثمان أشيق وخلفاء أكابرته وصل أشيق بعائشة كؤامني صلى الله عليه وسلم
عائشة ميل كلي نبوك قتال وين قد بزاد يا عائشة عائشة الأولى أن قومك تلكها دي أيضا أقول لهين حديث عهد بشرك قال لما أي شرك أيضا كل وين لها دمت الكعبة كعبة أن دمين لها لكن هذا هو كل وين ينو لولا الامتناع يا دجل تن وياه دي وما دمين كرم حالة ويدي ضيان أودي كمان إياه وأن دمين لها كدب النبي الله محاط سمين لهيد فألزقتها بالأرض بل كان كل جن لها الباب كان عركة قيسين بل كان كين لها وجعلت لها بابين لبع الباب وهنو سمين من لقق لي من لقبحه بابا شرقيا وبابا غربيا الباب حق البريا يمين حق قلبيدا وزدت فيها وحنكوك إلا عائشة هي نبقى أوقيهاي هاو شايدا مكل بي سيبو تاقنا قريش وحكو دعيب أوقيهاي إن ميزانيدو يكو حماطي أسأل شو الله باطني شنب النبي كتري إما يصدني شنب كتري الله سكوها هي وزدت فيها وحنكوك إلا ستة أدرعين لحر دنبان كدر لها يوم الحجر حجر إسماعيل كاملة دركا كدر لها فإن قريشا قريش اقتصرتها كعبة السوق قابسي حيث بنت الكعبة أما يقتصر دنبان كسوق قابسي حيث أي حين بنت الكعبة كعبة السيسي حيث حديثك وعدد إلى تامر قبل انت عاوة إن كنت دايف.